شهد وزير التعليم العالي والاتصالات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ووكالة الفضاء المصرية بهدف تجهيز مركز حاسب آلي ونظام معلومات متكامل لوكالة الفضاء المصرية. ونص البروتوكول على تجهيز مركز بيانات وبنية تحتية لربط المركز مع جميع المباني التابعة لوكالة الفضاء المصرية، وتوفير أجهزة الحاسبات وملحقاتها والمعدات والبرامج اللازمة وأجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم ووحدات التخزين للوكالة.